أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعادت قوة البشمركة التركية فتح طريق أربيل الموصل بعد ساعات على إغلاقها، وكانت قوات البشمركة الكردية قد قطعت فجر الخميس الطرق الرئيسة التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وصلت تعزيزات عسكرية جديدة أرسلها الجيش التركي إلى وحداته على الحدود مع سوريا والعراق في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأناضول إن التعزيزات العسكرية القادمة من وحدات الجيش في المناطق الغربية من البلاد سيتم نشرها على النقاط العسكرية الواقعة على الحدود التركية مع كل من سوريا والعراق. أفاد دبلوماسيون أن محققين أمميين حول الأسلحة الكيماوية سيتوجهون هذا الأسبوع إلى قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام. وتتهم واشنطن وحلفائها النظام السوري بشن هجوم بغاز السارين من قاعدة الشعيرات على مدينة خان شيخون في ريف إدلب في نيسان أبريل. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد قضايا اللجوء التي لا تزال منظورة أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بلغ في الوقت الراهن نحو 100,000 حالة. وكان عدد ضخم من قضايا اللجوء العالقة قد تكدس لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ظل تدفق الهائل لطالبي الحماية إلى ألمانيا في عامي 2015-2016. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي، واصفا إياه بأنه اتفاق سيء للغاية. يأتي هذا قبل بضعة أيام من قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت إدارته ستواصل احترام هذا الاتفاق أم لا. ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ماريا في بورتوريكو إلى 44 قتيل بعد 3 أسابيع على اجتياح الإعصار المدمر الجزيرة الأمريكية كما أعلنت السلطات. وبعد 3 أسابيع على اجتياح الإعصار ماريا جزيرة لا يزال 5,700 شخص يعيشون في ملاجئ، كما لا يزال القسم الأكبر من الجزيرة محروم من التيار الكهربائي والمياه الجارية. اختبرت حكومة دبي خلال معرض جايتكس للتقنية ممرا ذكيا هو الأول من نوعه في العالم، يقوم بتسهيل وتسريع عملية مرور المسافرين عبر مطارات دبي الدولية خلال 10 ثواني على أقل تقدير، وذلك عبر استخدام بيانات المسافرين من خلال بصمة الوجه وبصمة العين. هذا وسجل مطار دبي الدولي تطورا سريعا بعدد المسافرين خلال ما يقرب من 35 عام بزيادة وقدرها 46,400,000 مسافر. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.